حاضنات الأعمال من أكثر المنظومات الحديثة فاعلية ونجاحا، وتلعب دورا مهما في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والتقنية والصناعية ودعم قطاعات الأعمال. تم اليوم تكريم الثلاث فائزين الأوائل بأفضل ثلاث نماذج عمل أولية من ضمن أكثر من 24 نموذج عمل أولي تقدم بها طلاب وطالبات ومنسوبي الجامعة. فخورين بهذه النماذج العمل الأولية، ونتطلع أن تكون شركات ناشئة جامعية ناجحة بإذن الله تعالى، نفخر بها ويفخر بها الوطن جميعا. جامعة الملك خالد بتقديم الخدمات اللوجستية والخدمات خدمات استشارات الأعمال والخدمات التسويقية وخدمات تنمية المهارات البشرية للمشاريع التي تم استقطابها. الحمد لله اليوم حصلنا على المركز الأول في مشروع عزام في معسكر منشآت. المشروع يهتم بإدارة الفعاليات مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الانتهاء، وأصدر تقارير مفصلة عن كل فعالية بشكل إلكتروني ومؤتمة بالكامل. سعدت بالمشاركة، شكرا جزيلا لجامعة الملك خالد ولمنشآت على كل جهد بذلوه. إن فريق رزين تأهلنا بفضل الله بالمركز الثالث. فكرتنا هي استخدام الدرون في الحوادث المرورية.